عزيزي هاشم، مساء الخير. السؤال المتعلق بطاقة طبعا هو يعني من الأسئلة المعقدة نسبيا، خصوصا يعني عندما يجري الحديث عنها بمعايير الفكر الفلسفية. يعني من الناحية العلمية يعني الفيزيائية على سبيل المثال، فهي القضية نسبيا تبدو واضحة، يعني خصوصا فيما يتعلق بتكافؤ يعني الطاقة والمادة وتحولهم المتبادل. يعني كل مادة هي طاقة، وكل طاقة هي مادة يعني قادر على التحول، والتحولات يعني عديدة مختلفة هنا. يعني ما يسمى بالطاقة الظاهرة والمستثرة أو الكامنة إلى آخره. ولكن يعني في اعتقادي، فيما لو أردنا أن نعبر عن يعني أو نجد فتح حد يعني تعريف دقيق للطاقة، في اعتقادي يعني ممكن حدها بعبارة يعني القوة الذاتية السارية في وجود الأشياء. يعني الشيء يعني متحرك، يعني نشط، ومختلف هذه مظاهر القوة اللي موجودة فيه أساسا من فعل الطاقة. فحال ما تستنفذ الطاقة ذاك الوقت يتحول إلى يعني شيء ما آخر، يعني إلى رماد، إلى يعني المهم يعني الإنسان عندما يفقد الطاقة الداخلية يعني يموت، يطمح الوتلاش يرجع إلى يعني أصوله الطبيعية من تراب وماء وإلى آخره. فإذا يعني هذا هو التعريف في اعتقادي العام. فيما يتعلق بالأبعاد الفلسفية طبعا عليها بنيت يعني آراء مختلفة عديدة. والصيغ اللي أنا طرحتها قبل قليل أنا أعتقد هي أيضا هي في نفس الوقت هي التعبير الفلسفي عن الطاقة بوصفها يعني حالة المادية لوجود أشياء. أما السؤال المتعلق فيما إذا كان من الممكن اعتبار يعني الإله أو الله طاقة، فهذا في اعتقادي يعني جدل لاهوتي عقيم ليس له ضرورة، لأنه عندما تحول أنت يعني فكرة الإله يعني إلى جزء من الاعتبارات أو جزء من التصورات أو جزء من الحقائق الفيزيائية، فهنا طبعا راح تترتب عليها أمور كثيرة فيما يتعلق ب يعني البرهنة على وجود الله وعدم وجوده وقيمته وإلى آخره. طبعا هناك ثمة نظريات فلسفية قديمة وليس حديثة، يعني تقول يعني سريان الله في الوجود، يعني كل ما هو موجود في نهاية المطاف شكل من أشكال تجلي الإله. يعني ضمن هذا السياق أو ما يسمى ب يعني تيار وحدة الوجود أو التيار البانتي، هو نفس يعني نفس المضمون. فهذا طبعا شيء آخر، ولكن أنا في اعتقادي أن القول هذا طبعا أيضا مترتب في اعتقادي على أساس يعني الاكتشافات العلمية المعاصرة وتجييرها لمصالح أو تجييرها لرؤية يعني أما دينية أو غير دينية. الدينية أن تحاول أن تقول بأن الله هو طاقة الوجود، وغير الدينية تقول أن الله في نهاية المطاف ليس إلا شكل من أشكال المادة. فالحديث يصير هنا يعني كما يقال يعني أيهما أولى وأسبق الدجاجة أم البيضة وإلى آخره، وهذا ما يوصل في نهاية المطاف إلى يعني حل. وطبعا أنا أكثر ميلا إلى الفكرة القائلة، وطبعا طرحت هي في الحقيقة في الثقافة الإسلامية وخصوصا عند الغزالي، يعني عندما قال بأن اكتشافات العلوم لا تحتوي على يعني قيمة عقائدية. يعني أنت لا يمكن أن تبرهن على وجود الله أو عدمه بالارتباط مع الاكتشافات العلمية، لأنه هي أيضا متغيرة متبدلة متطورة. فأنت ما بالإمكان تبدل يعني تصوراتك بين فترة وأخرى بالارتباط مع الاكتشافات، مع أنه طبعا هذه أيضا شيء وارد باعتبار أنه الإنسان يعني يكتشف الحقائق بما في ذلك يعني حقائق الآلهة بالارتباط مع توسع يعني تجارب العلمية والعملية، أو ما ندعوها هنا بالتجارب الثقافية. ولكن يعني حسب ما أشرنا قبل قليل، يعني قضية يعني الاكتشافات العلمية ليس لها قيمة عقائدية، لأنه يعني أن تقول بأن الأرض كروية أو مربعة أو مثلثة يعني ليس لها علاقة من حيث الجوهر بوجود يعني الله وعدم وجوده، وهذا ينطبق على كافة الأشياء الأخرى. يعني الوجود إلى يعني حدوده يعني ويعني مفاهيمه أيضا، يعني الله ضمن سياق الفكر النظري
يعني سواء كان الفلسفي او كان يعني الديني المباشر او اللاهوتي، يعني تختلف وتختلف حسب المراحل التاريخية ايضا. ولذلك يعني حتى ضمن اطار التيار الفلسفي والفكر الفلسفي يقول هناك ثمة يعني اله ديني يعني عادي اللي يميز يعني اله العوام، وهناك الاله المجرد يعني عن الصفات البشرية وما الى ذلك، وهناك يعني الاله الفلسفي يعني اللي يتحول بالحقيقة هو لا جزء من صيرورة وعي الذات وتكاملها المعرفة والأخلاقي. ولذلك يعني تعتبر أنه يعني يعني فكرة معرفة النفس من خلالها يمكن إجراء يعني إدراك حقائق الوجود، وفي نهاية المطاف التوصل يعني إلى فكرة الإله أو فكرة المطلق أو مثل نفي فكرة الإله. يعني هذه أيضا متعلقة في نهاية المطاف على يعني الغاية اللي يسعى، أو بالأحرى يعني الفكرة يعني العميقة الكامنة في رؤية الشخص فيما يتعلق بهذه القضايا. وهذه قضايا يعني لا يبرهن عليها العقل في الحقيقة ولا ينفيها أيضا، لأن هي في نهاية المطاف خارج إطار يعني العقل، لأن العقل في نهاية المطاف هو جزء من أو بالأحرى هو أحد نماذج ومستويات الوعي التاريخي الثقافي، هو أيضا يتغير يتبدل إلى آخره. طبعا أيضا التصورات عن الآلهة والله هي أيضا متغيرة متبدلة، ولذلك مثل المتصوفة يعني خصوصا يعني في مراحلها المتطورة عند عربي ابن عربي بشكل خاص، يعني يعني هو قال يعني عبدة الأوثان هم أيضا يعبدون الله ولكن بطريقتهم الخاصة، هم وجدوه في الحجر، منهم وجده في الشجر، منهم وجده في السماء. مع أنه لما تطرح القضية أنت بصيغتها الدقيقة دون شك يعني فكرة السماء هي في نهاية المطاف هي ليس في الأعلى، يعني هو هذا مرتبط أيضا بالتصورات المباشرة ونسبيا السطحية للإنسان بوجوده في الكرة الأرضية، ولكن هي الكرة الأرضية أيضا يعني ضمن إطار الكون، أنت ما تقدر تحدد هي بالشمال بالجنوب بالشرق بالغرب، لأنه الكون أو هذه المجرات هي أيضا في عملية تغير وتبدل مستمر يعني من حيث المكان. يعني باختصار هذا ممكن الإجابة عليه. يلا إذا عشت، مع السلامة.